قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. حسنا، أنا في انتظارك، مع السلامة. هل سيزورنا أحد اليوم؟ نعم، إنه جارنا في العمارة المواجهة، ونلتقي دائما في المسجد. وما سبب هذه الزيارة المفاجئة؟ هل حدث أمر ما؟ لا تقلقي، كل ما في الأمر أنه من دولة أخرى وسيغادر المملكة لعدة شهور لزيارة أسرته، فدعوته لتناول القهوة قبل سفره. أعتقد أنه وصل. يبدو أن لدينا ضيف. هل بإمكانك تحضير بعض الطعام لنأكل أنا والضيف وفواز سويا؟ بالطبع، على الرحب والسعة. ولكن قبل الطعام نريد قهوتك المميزة وبعض التمور. قمت بتحضيرها قبل أن تطلبها. لماذا كل هذه الحفاوة؟ هل الضيف صديق قديم؟ سوف تخبرك أمك، وأنا سوف أذهب لأجلس مع الضيف. أخبريني يا أمي. إنه الكرم يا نورة، يجب أن نكرم الضيف حتى لو لم يكن صديقا مقربا. ما كل هذا؟ إنه لكرم منك يا فواز. أنا أفعل ما علمني أبي أن أفعله، وقد علمني أن أكرم الضيف. بالطبع، فوالدك من الكرماء ومن أنبل الرجال الذين عرفتهم. شكرا لك، نحن في غاية السعادة لزيارتك لنا، ونتمنى أن يطول بقاءك معنا. أشكرك، ولكن أخشى أن أتأخر عن موعد إقلاع رحلتي. سوف أقوم بتوصيلك إلى المطار، فليس لدي أي عمل اليوم. وأنا سأذهب معكما. إنه حقا بيت كرم وجود، سوف أخبر أسرتي أن جيراني في هذا البلد من أطيب الناس. هلا.